موجودين بمدينة العقبة وبالتحديد بواحة آيلة لمتابعة بطولة الأردن الدولية للغولف المختلطة. هي أول بطولة يكون مشارك فيها الرجال والسيدات، راح يكون في تفاصيل أكثر، خلينا نشوف. ملاعب بهاي التقنيات، بهاي المواصفات، مواصفات عالمية أنها تكون بالوطن العربي أو بالشرق الأوسط، فهذا أكيد ممكن يحفز اللاعبين أو عشاق رياضة الجولف في الوطن العربي أن يكون فيهم توجه لممارسة هاي اللعبة ومنافسة فيها بالبطولات العالمية. فشو رأيك بهاي النقطة بالتحديد؟ فخر لنا صراحة، يعني زي ما أنت شايف إحنا كان عندنا في السعودية بطولة عالمية لأول مرة تحصل، والآن إحنا في الأردن بطولة عالمية أول مرة تحصل، وفخر لنا جميعا كعرب يعني. وفي الشرق الأوسط عندنا ناس طموحين جدا، الرياضيين عندنا بس كانوا يدوروا الفرصة هذه اللي جات الآن، وحنا جاهزين إن شاء الله لتمثيل العرب والسعودية والأردن بأفضل تمثيل بإذن الله عز وجل. وبعد 3 أيام من المنافسة والإثارة، قدر الهولندي دان هاوز أنه يحقق لقب بطولة الأردن الدولية المختلطة للجولف، هالبطولة اللي شارك فيها 123 لاعب ولاعبة من 26 دولة، وكان المركز الثاني من نصيب البريطانية ميغان ماكلارين اللي خطفت الأضواء بمستواها الرائع من اليوم الأول للبطولة. I'm really happy that I won again on a professional level. It's been quite a long time ago. And I put a lot of hard work into this. And Jordan has been good to all of us. The golf course was fantastic. The people have been very kind. And I think everybody would love to come back because the quality of the golf course was very high. The hotel was really nice too. And of course the weather has been great. And I love the views as well. You know, looking around on the golf course, I really enjoyed the beautiful views. So it's been a great week, and a big thanks to everybody here who made it happen. احنا سعيدين في هذه البطولة، وانا بعتقد انها فاقت كل توقعاتنا. الاهتمام العالمي في اول بطولة عالمية مختلطة للغولف يعني كانت علامة فارقة، ووجود سيدة كانت تنافس لغاية الحفرة الاخيرة على البطولة ايضا. احنا بجوز كنا نتمنى انه هي تفوز، لانه كان يعني هذا كان يكون حدث اول من نوعه في العالم ايضا. فبطولات عالمية من هذا النوع أنت شايف بتحرك البلد، بتحرك يعني أيلة حتى تضعها على خارطة الرياضة العالمية، تضع العقبة على خارطة السياحة. احنا عاملين بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة برامج للمشتركين 170 شخص من 26 دولة لزيارة البتراء ووادي رام والاطلاع على المرافق السياحية الموجودة في الأردن، ونتأمل أن يكونوا سفراء وأن يعني إن شاء الله يروجوا للأردن سياحيا في المستقبل.